المجتمع المدني لا يتم رفع اي طلب، كل طلب عندنا وهذا داخل في البرنامج في الجهودات الكبيره في المجمع، خاصه في التعليم والصحه لا نرفض اي طلب لاي مجموعه ولا من اي جهه كانت. بالنسبه للكليه بتعليم الاختصاصات شفت انه قطاع اللي كتسمى الطريق، نحن بالميزانيه ديال 2014 ان شاء الله سنخصص مبلغ مالي لإعادة هذاك الشارع الحسن الثاني كله من لابون دي سي من الكبير حتى الشجر الفرنسي سيتم تسجيله حفاظا على سلامة أولا التلاميذ لأن كيتمكن الكلية من الإعدادية ديال المجمع، وكاين حتى ليبيز ديالنا لأن راه حتى ليبيز ديالنا الحفلة ديالنا كيديروا مجموعة من الحوادث. بالنسبة لسنة 2014 نخصصوا ميزانية كافية لإعادة تأهيل هذا الشارع كله، شارع حسن الثاني إن شاء الله بما فيه بسلامة التلاميذ خاصة. وسنذكره لسنة 2014 سندعم ديالنا وسنزيدوا في دعم ديالنا بالنسبة لهذ المجالين الأساسيين هما التعليم والصحة إن شاء الله. ومن هنا أنا الإخوان كاع اللي عايشين الوزارة اللي كيشوفها من صالح التلاميذ صالح الأطفال خاصة في العالم القروي ما يتعبدش يرسلها للمجمع، حنايا عندنا مصادر ديالنا كتمسو في الشروط اللازمة